للمزيد عن الاستعدادات للقمة الأفريقية الأمريكية، موفدنا إلى واشنطن علاء رشوان معنا مباشرة على الهاتف. علاء، بعد التحية، حدثنا عن آخر الاستعدادات للقمة الأفريقية الأمريكية. نعم، القمة الأمريكية الأفريقية كانت قد بدأت استعداداتها أمس وانتهت من الاستعدادات أمس بعقد أولى الفعاليات التي من المنتظر أن تنتهي بعد قليل. بعد قليل أيضا سوف يتوجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مغادرا مقر إقامته إلى مقر انعقاد الفعاليات الخاصة بالقمة الأمريكية الأفريقية في مركز واشنطن للمؤتمرات، لحضور منتدى الأعمال الأمريكي الإفريقي. هذا المنتدى الذي من المنتظر أيضا أن يحضره الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد استمراره لمدار أمس واليوم. اليوم يختتم هذه الأعمال بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما من سيادته بريادة الأعمال في القارة الإفريقية التي تسير جنبا إلى جنب مع دعم المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة لدفع عجلة التنمية المستدامة. السيد الرئيس من أيضا المنتظر قبيل توجهه إلى قاعة واشنطن للمؤتمرات أن يلتقي بمجموعة أصدقاء مصر بمجلسي النواب والشيوخ. هذا اللقاء المتكرر الذي دائما ما تحرص هذه المجموعة على عقده مع سيادة الرئيس في زياراته المختلفة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، سواء مشاركا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أو في زيارته الرسمية إلى العاصمة واشنطن. في هذا اللقاء من المنتظر أن يتواصل النقاش والحديث عن آخر المستجدات، سواء فيما يتعلق بعلاقات التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية على كافة الأصعدة، أو فيما يتعلق بمستجدات القضايا والأوضاع الراهنة في المنطقة والتي تلقى اهتماما كبيرا في الأوساط السياسية والدبلوماسية الأمريكية. منذ قليل انتهى لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على إفطار عمل استقبل خلاله بمقر إقامته القياديين الجمهوريين من الحزب الجمهوري من ولايات مختلفة، من ساوث كارولاينا، من تكساس، من هاواي. هذه الاجتماع أو هذا اللقاء امتد لأكثر من الساعتين، تم خلاله التأكيد على أهمية تعزيز وتقوية العلاقات البرلمانية بين البلدين لخدمة العلاقات الثنائية الشاملة بين القاهرة وواشنطن، وجرى استعراض لآخر ما تم التوصل إليه من جهود للتنمية المستدامة سواء في مصر أو في القارة الإفريقية. وأثنى الحاضرون على السياسة الخارجية المصرية الرشيدة والرصينة في التعاطي والاشتباك مع القضايا الراهنة بالمنطقة والتي تلقي بظلالها على حالة الأمن والسلم ليس فقط في القارة الإفريقية وإنما في مناطق عدة من العالم. وتحدث الحاضرون عن أن الدور المصري هو دور مركزي، والعلاقات المصرية الأمريكية علاقات استراتيجية يسعى البلدان خلال المرحلة المقبلة لإحداث مزيد من التطور والطفرات على صعيد هذه العلاقات، ليس فقط العلاقات البرلمانية وإنما أيضا العلاقات الاقتصادية في ضوء ما تحقق من نجاحات متسارعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وأيضا من خلال الدور الهام الذي تلعبه مصر في محيطها الإفريقي، والتي أكد الحاضرون أنها تعتبر البوابة الملكية من لأفريقيا، سواء فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار أو فيما يتعلق بالدور الإقليمي الفاعل الذي تلعبه مصر على الساحة الإفريقية في الدفاع عن القضايا الإفريقية والتحدث بالصوت الأفريقي في كل المحافل الإقليمية والدولية. نعم. بعد مشاركة السيد الرئيس في ختام فعاليات منتدى الأعمال المصري الأمريكي، من المنتظر أن يعقد السيد الرئيس لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على هامش انعقاد فعاليات القمة الأمريكية الإفريقية. لقاء هام سوف يتبادل خلاله السيد الرئيس ووزير الخارجية الأمريكي مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة، سواء فيما يتعلق بالأزمة السورية، الأزمة في ليبيا، قضية السلام المركزية للعرب، بالإضافة إلى أيضا ملفات أخرى سوف يتطرق لها يعني حديث ونقاش السيد الرئيس مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. يختتم السيد الرئيس نشاطه اليوم بعشاء
يدعو إليه الرئيس جو بايدن كل السادة الرؤساء وزعماء الأفارقة المشاركين في هذه القمة، لأيضا تعبيرا عن ترحيب الولايات المتحدة الأمريكية بهذا التجمع الإفريقي الهام الذي يأتي في إطار القمة الأمريكية الإفريقية الثانية التي تعقد بعد غياب 8 سنوات من القمة الأولى التي عقدت في عام 2014. نعم صحيح. نعم مفدنا إلى واشنطن علاء رشوان، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.